كتير 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 قالت لي ان الايفال كان حلو جدا. شفتي ده؟ قالت لي الايفال كان حلو جدا، قالت له قوم منك جدا واتفاجئوا. لا منك انت؟ قالت لي اتفاجئوا جدا بيك، وقالت لي مبسوطين منك جدا، وقالت له بجد ما تخيلش كنت عسل قد ايه في الزهر يعني. بس قالت لي عايزين احسن كمان. قالت لي خليكي مع ايش نسران تفكرت الماضي قلبي في غالي تفكرت الماضي قلبي في غالي ساعديني باش ننساك ساعديني باش ننساك قلبي محيطك عدبالي 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 عطيني دقيقتك عطيني دقيقتك جمع حكيت؟ حكيت؟ مبسوطين؟ كتير قالوا لي انه جمهورك رجع تماما كليا واكثر، وانه بيتصلوا باهلي عشان يبعثوا لي هدايا. حتى انا رايا امبارح قال لي قال لي كاع الناس كيبغيوك، والناس اللي في الدرب كلهم يعني فرحانين بيك، وما كرهتكش ترجع لي. تعال احكي التليفون هذا. ما كرهتكش ترجع لي غير تكلمي. قلت لي قال واحد الكلمه ما فهموهاش وما يعيطوا لي الكونترول، قالوا لي قولي لي كل شيء هضره مفهوم ولا ما بقاش عيط ثاني. عندنا رافاييل نطلع غير عشان نقول لك على حاجة، عشان خاطر انت صاحبي وحبيبي وانت عارف انا بحبك صح؟ انت لو قمت من هنا حنان كده هتقعد تخبى حلوة قوي دلوقتي وانت قاعد. طبعا انا ما ينفعش اسمع عليك ده من وراك وما اتكلمش، فانت حاول تلاقي صدفة بتاع عشان انا دمي بيتحرق لما حد بيتكلم عليك في ظهرك كلام واحد. لما واحدة انت بتفهمها. نحن اليوم شو؟ ثلاث. خدنا الاغاني ولا لا؟ اه. امبارح شو كان؟ اثنين. شو كان في اثنين؟ الايفال. خلص الايفال؟ زي الفل اه، بس انت صاحبي. كل واحد بيبقى عايز مصلحته يا اخي، يا اخي ده احنا في عالم. تعرف انت بتصير صاحبي معاه؟ تعال بناكل في بعض. بتصير صاحبي معاه؟ اليوم اذا طلع الطمينان بيرجع كل شيء مثل التمام. حبيبي يا اخويا زود لي على رقم خمسه رافاييل لو حابب تكلم حد تاني. بلا. شو سعد؟ اخ.